السلام عليكم. لاسترجاع جميع صورك المحذوفة بكل سهولة وبدون أي تطبيقات أو برامج من خلال خطوتين فقط، سواء كان هذا الحذف عن طريق الخطأ أو من أجل مساحة التخزين. أول خطوة هندخل جوه الفولدر الخاص بالملفات، تمام؟ بعد كده من خلال الضبط هنختار الاختيار اللي هو إظهار الملفات المخفية. نبدأ ان احنا نعلم على إظهار الملفات المخفية علشان يكون نشط، لان الفولدر اللي فيه كل المحذوفات بيكون فولدر مخفي، فلابد وضروري ان انا اختار إظهار الملفات المخفية ويكون نشط، تمام؟ بعد كده برجع باك وبدخل في وحدة التخزين الداخلية. في فولدر عندي اسمه DCIM اللي هو الفولدر ده DCIM. ببدأ أدخل في الفولدر، والفولدر اللي هو Thumbnails هيكون واضح طبعا بالنسبة لي لأن أنا عملت له إظهار للملفات المخفية، لكن لو ما كنتش اخترت الاختيار ده الفولدر ده مش هيكون واضح عندي اللي هو Thumbnails. هبدأ أدخل فيه، تمام؟ كل الصور اللي فيه دي كلها محذوفات من أسبوع، من شهر، من سنة، من سنتين، كلها موجودة هنا، تمام؟ طيب أي صورة أنت بتدور عليها أو اللي أنت محتاجها هتشوفها وتبدأ تعمل لها نقل لمكان آخر في فولدر تاني أو فلاشة أو أي مكان. طيب الصور الباقية لو أنت مش محتاجها يفضل إن أنت تحذفها لأنها بتاخد مساحة تخزين على الفاضي، تمام؟ فتبدأ تاخد الصور اللي أنت محتاجها والباقي تعمل له عملية حذف، أو عايز تسيبهم زي ما هما مفيش مشكلة. شكراً.